ترتاح. هذا يعني آفة كبيرة جدا، وبتأثر علينا في الذباب نهارا وفي الليل. البعوض يعني بشكل كبير بيأثر علينا، لا بنعرف ننام لا ليل ولا نهار. الريحة كريهة جدا، كل طبعا انتم زي ما انتم شايفين بتلم الامراض للاطفال، الاولاد بضلوا يلعبوا فيها، طبعا بيؤدي لعدة امراض، انتشار عدة امراض منها اللي هو التهاب الكبد الوبائي والامراض الجلدية. الوضع لا يطاق في هذا المكان، لأن هذا المكان كما ترون يوجد المجاري، والمجاري المياه العادمة هذه تؤثر على السكان بطريقة مباشرة من أمراض، وخاصة الأطفال أو النساء التي تسبب لهم أمراض في الحساسية أو وجع في البطن، وهذا مما يؤثر على جميع علينا وأثارها سلبية على الجميع. مش رضيين.